للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي الاستاذ مصطفى الساقزلي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. استاذ مصطفى، بعد اطلاق قوات المجلس الرئاسي الليبي عمليه عسكريه ضد قوات حفتر واستعاده السيطره على مطار طرابلس، كيف ترى مجريات الامور في طرابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على اتاحه هذه الفرصه. اهلا بكم. كما تعلمون تم صد الهجوم الذي قام به حفتر على طرابلس، وهو كان هجوم مخادع في حين كان الليبيون ينتظرون المؤتمر الجامع برعاية الأمم المتحدة، وفي وجود رئيس الأمم المتحدة في طرابلس قام بإعلان عن عدوانه وهاجم طرابلس، لكن تم دحر كل قواته وتم أسر ما يقارب من 120 من جنوده. فالعدوان باء بالفشل، و كان من مزايا هذا العدوان أنه وحد كل القوات في المنطقة الغربية وقوات الثوار وضباط الجيش في المنطقة الغربية، توحدوا وشكلت غرفة عمليات وأصدرت قرارات بالتحرك لصد العدوان وتم صده تماما. نعم، مع بداية العملية العسكرية التي سماها حفتر تحرير طرابلس واندحار قواته وأسر الكثير من جنوده، كيف ترى معنويات القوات المهاجمة؟ معنويات قوات حفتر بكل تأكيد يعني معنويات منهارة. كثير ممن تم أسرهم شباب صغار، بعض منهم في سن الفتيان يعني 16 سنة و 17 سنة، تم الزج بهم في هذه الحرب على أمل أنها تكون حرب يسيرة وسهلة. هناك تذمر كبير حتى في صفوف قواتها من المنطقة الشرقية، حيث أن هناك أخبار أن بعض الكتائب من مدينة طبرق، إحدى الكتائب أمرها بالتوجه نحو الغرب ورفضت. هي حرب يعني لا أخلاقية، وحرب بين الليبيين ببعضهم، ويعني حرب خادعة، حيث كان الكل ينتظر في حوار وطني برعاية الأمم المتحدة لحقن الدماء وبناء السلام وإعادة بناء الدولة الليبية، ففاجأ الجميع هذا يعني الطاغية والديكتاتور في هجومه الغاشم. نعم، كيف ترى الدعم السياسي للعملية العسكرية التي يقوم بها حفتر؟ الدعم السياسي طبعا غير معلن، ولكن كما يعلم الجميع وكما صرح وزير الداخلية أن يعني الليبيون فقدوا الثقة في المجتمع الدولي، حيث أن كان جزء منا يعني صامت والجزء الآخر ساكت على هجوم حفتر، والبعض يدعم كما اتضح ان الامارات وللاسف المملكه العربيه السعوديه ومصر وفرنسا. طيب، بدايه شن حفتر هجمات جويه، يعني بدايه شن حفتر هجمات جويه، هل تاتي ضمن الدعم السياسي الذي يتلقاه؟ بكل تاكيد حفتر لديه دعم سياسي من كما ذكرت بالذات مصر والامارات وفرنسا، وهو تعود في سابق معاركه بالذات في مدينة بنغازي ومدينة درنا أن يعتمد على الطيران، وخلال السنوات الماضية تدخل الطيران المصري لصالحه وتدخل الطيران الإماراتي وقصف طرابلس. ولكن الفرق بين تلك المرحلة وهذه المرحلة أن المجتمع الدولي سيكون في حرج كبير لو حدث تدخل خارجي، لأن هذه حكومة معترف فيها دوليا وجاءت بناء على اتفاق رأسه الأمم المتحدة. نعم، الأستاذ مصطفى الساقزلي المحلل السياسي الليبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.